النهارده هعلمكم يا جماعه ازاي تسرعوا موبايل بتاعكم اللي هو الاندرويد اللي هو الضعيف، الموبايلات اللي هي البطيئه ازاي نخليها سريعه جدا بخطوات بسيطه ومش هتاخد منك وقت خالص. على طول بدون ما معطلكم هنخش على الموضوع، على طول هندخل على الاعدادات، هننزل تحت خالص على حول الهاتف، نفتح حول الهاتف كده، ندخل على معلومات البرنامج، ننزل على رقم الاصدار وندوس حوالي 7 خطوات كده، تمام، لحد ما يطلع لنا تم تفعيل وضع المطور. بعد ما نفعل وضع المطور يا جماعة هنقوم داخلين على، هتلاقيه ظهر عندك في آخر اختيار تحت في الإعدادات اللي هو خيارات المطور. هتفتح خيارات المطور كده وتنزل تحت كده تدور على حاجة، هندور على حاجة اسمها الرسوم، ثانية واحدة عشان نظبط الإعداد بتاعها. أهي يا شباب مقياس حركة الإطار، أول حاجة مقياس حركة الإطار هتدوس عليها كده، هي مظبوطة على 1 على 1 إكس، هنخليها على 5 من 10. الخطوة اللي بعد كده مقياس حركة النقل برضو هنخليها 5 من 10. بعد كده مقياس مدة تشغيل رسام الرسوم المتحركة هنظبطه على 5 من 10 بس. ودي الاعدادات اللي هي هتعملها من اول خطوة هتعملها من داخل الاعدادات. الخطوة اللي بعد كده يا جماعة عبارة عن تطبيق جميل جدا، هيظبط الجهاز بتاعك، اسمه كليم ماستر. هتكتب في المتجر كلمة كليم ماستر، هتبحث عنه، هتسطبه، مش هياخد منك وقت، وطبعا متحمل بحوالي 10 مليون تحميلة، يعني برنامج جامد جدا وعليه مراجعات كتير قوي. هتديله الاذونات بتاعته ونعمل ستارت، هيبدأ يقرأ الجهاز بتاعك. هو دلوقتي بيقرأ البيانات بتاعة الجهاز كلها، الكاميرا ونوع التليفون واسمه، ونبدأ نعمل ندوس على أول خطوة اللي هي كلين دي. البرنامج ده يا جماعة خرافي جدا بصراحة، فيه شوية أوبشن كده بيظبط بيها الجهاز، بيخليه حاجة تانية خالص، هتحس بفرق رهيب في أداء الجهاز بعد ما تعمل الخطوات اللي أنا قلت لكم عليها دي. يبقى أول حاجة زي ما قلت لكم هتخش على الإعدادات تعمل الخطوات الأولانية، بعد كده باستخدام البرنامج ده شوف حاجه اسمها جانك فايلز. الجانك فايلز دي يا جماعه ملفات مؤقته بيخزنها البرامج والتطبيقات اللي انت بتستخدمها. هتدوس على كلين كده، هو بيقول لك في 70 ميجا اهيت، هتعمل كلين خلاص وظبط الموبايل، خلاص عمل له خلاص عمل له ظبطه خالص ومشال الملفات المؤقته. دلوقتي هو بيقول لك ان 67% من الرامات مستخدمه، لو دوست على بوست كده هيبدا يعمل سكان للرامات اهو. برضو في جانك فايل تدوس على كلين كده عشان يفحصها ويشيل الملفات اللي هي المؤقته دي، تمام، مفيش حاجه خالص يا جماعه، اهوت كده خلاص الجهاز بتاعك بقى تمام. هنرجع خطوه للخلف كده، هو طالب ان احنا نفعل الوضع ده. طبعا شوفوا يا جماعه بقت كام في الميه الرام دلوقتي، بقت 52% بعد ما كانت 67%. في اختيارات تانية مور تولز اللي هي تحت ديت، هتلاقي تدوس عليها كده هتلاقي في حاجات كتير قوي. كلين نوتيفيكيشن ديت اللي هي الاشعارات هنبدا نشيلها اهيت، لو عملت كلين ناو هيشيل كل الاشعارات اللي هي نازله. لازم الاول نعمل الوصول، نفعل له الوصول الاول، نديله سماح عشان يوصل، وبعد كده بندوس على اب خلاص، هو كده خلاص مفيش اي اشعارات موجوده، حتى هي مفيش نقطه حمراء عليها اهوت. سي بي يو كولر ديت يعني تبريد للمعالج بتاعنا، لو المعالج سخن هو هيبدا يبرده. كل دي خطوات يا جماعه بتساعد في تظبيط الجهاز ومعالجه مشاكله اللي بتخليه يبطأ. باتري سيفر ديت اللي هي الاختيار اللي بعد كده ده بيبدا يفحص البطاريه، تمام يا شباب، وبيديك رسالة بيقول لك اوكي تمام خلاص. الاعداد اللي بعد كده يعني التطبيق بصراحة فيه شوية اوبشنات كده بصراحة حاجة يعني وهمية للموبايل، وبالذات بننصح بيه للموبايلات اللي هي الضعيفة. يعني في هنا برضو اختيار اللي هو اب لوك، لو انت عايز تقفل التطبيقات بتاعتك اهوت، keep out these apps from
سنوبر، يعني مش ما حدش هيقدر يوصل للتطبيقات بتاعتك دي، وتقدر تحدد او تختار التطبيق اللي انت عايزه بخلاف اللي هو مختاره. يعني هو مختار لوحده كده، هو عامل لك التطبيقات اللي هي المفروض تتقفل، انت كمان بقى تقدر تقفل تطبيقاتك، انت سايب لك الاختيار ليها، لو انت دوست على لوك دلوقتي هيقفل التطبيقات دي. تمام، ده اختيار برضو جامد جدا. سكيورتي بروتكت لو دوسنا عليها كده، هو بيقول لك ان هو في تطبيق عايز ينزله. ريموف ادز، لو عايز تشيل الاعلانات ما يبقاش شغال باعلانات، طبعا هتشتري النسخه، ولكن دي النسخه اللي هي المجانيه. تمام يا شباب، في عندنا كمان فري اب سبيس، يعني انت تقدر تفضي المساحه بتاعتك يدويا لو دوست على الفايل مانجر ديت. تمام، تقدر تفتحها وتتصفح الحاجه اللي هي الفيديوز والايمجز والحاجات بتاعتك كلها، تقدر تفتحها وتشيل الحاجه اللي انت مش محتاجها من الموبايل بطريقه يدويه. في برضو مانج ابس ديت، تقدر تشيل تحدد التطبيقات اللي انت عايز تشيلها، بدل ما تقعد تشيل تطبيق تطبيق كده، فتقدر تحدد اكتر من تطبيق او تحدد التطبيقات كلها وتدوس على كلمه ان انستول عشان يبدا يعمل لها اعاده ازاله من التثبيت، يعني يلغي التثبيت بتاعها، وطبعا ده كله عشان تفضي المساحه بتاعتك. فطبعا اهم تولز او اهم اعدادات اللي هي اللي فوق دول، اللي هم هوت تولز دول، اللي هم البطاريه والسي بي يو كولر والكلين نوتيفيكيشن والواي فاي سبيد كمان ما عملناهاش، لو دوست عليها كده هو خلاص عمل لك، يعني بيظبط هو بنفسه الاعدادات بتاع الجهاز، بيخليه يشتغل على اعدادات افضل علشان تاخد منه اداء افضل. ده الطريقه بتاعتنا النهارده يا جماعه، اللي انت تقدر تخلي اي جهاز اندرويد او اي موبايل اندرويد ضعيف، بالذات الاجهزه الضعيفه، ان انت تخليه يسرع بطريقه انت مش هتتخيلها بعد كده. يعني انت لو لاحظت الجهاز هتلاقيه طبعا مختلف تماما عن الاول. فزي ما انتم شايفين يا جماعه، اول ما انت بتعمل التطبيق دوت، بتنزل بالستاره اللي فوق دي، هتلاقيه موجود عندك اختصار له كده اهوت، تقدر تعمل سي بي يو كولر، تختار حاجات سريعة كده، بيديك شريط اشعار كده تقدر انت تستخدمه. تمام، نفس الحاجات اللي احنا كنا بنعملها واحنا داخل الجهاز بنعملها واحنا بره من الشريط ده اهوت يا جماعة. الفلاش لايت لو عايز تقيد اهوت، تديله سماح ان هو يشغل الفلاش اهوت كده، شغل الفلاش اهوت زي ما انتم شايفين، حاجة كده يعني سريعة للوصول، حاجة بتخليك توصل بسرعة. البوست دوت لو دوست عليها هتعمل لك نفس اللي احنا عملناه قبل كده، تسريع كامل للرام. تمام يا شباب، ده كان التطبيق بتاعنا بتاع النهاردة، تطبيق ممتاز جدا. طبعا مش التطبيق بس، الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الاعدادات اللي احنا عملناها قبل كده دي طبعا ضروري ضروري تعملها، طبعا هتلاحظ فرق كبير قوي بعد ما تطلع خيارات المطور وتنزل على الاعداد اللي انا قلت لك عليه، اللي هو اطار، حجم الاطار، مقياس حركة الاطار، ومقياس حركة النقل، ومقياس مدة تشغيل الرسام تخليها على نص في المية، نص 5%. هتشوف الفرق في الجهاز بتاعك بقى عامل ازاي. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، وبشكركم على المتابعة، واسف لو كنت طولت عليكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.